يفتتح غدا معرض للكتاب أو الكتاب الأكبر في العالم الذي يجري في مدينة فرانكفورت الألمانية، وسيشارك في الحفل 1300 دار نشر تعرض منشوراتها على مساحة 2500 متر مربع. ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 280 ألف شخص. وستحل البرازيل ضيفة الشرف هذا العام، كان نائب الرئيس البرازيلي ميشيل تيمر قد وصل وكان في استقباله وزير الخارجية الألماني.